من جهته حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي خير تقديم مقترحات لربيع الراعي للحوار الوطني من شأنها تبعد النخبة السياسية عن الاختلاف من جديد، ودعا في نفس الوقت الربيعي لاستخلاص الدروس وإيجاد آلية حاسمة لإنقاذ الحوار ولو بفرض ضغط على الأطراف السياسية على حد تعبيره. متابع حسام المشي. كردة فعل أولية حول ما قال إليه مصير الحوار الوطني، دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم خلال ندوة صحفية الربيع الراعي للحوار إلى ضرورة إيجاد آلية حاسمة لإنقاذ البلاد من الفشل في ظل عدم التوافق الحاصل بين الأطراف السياسية، وين شدد الناطق الرسمي للحزب سمير الطيب على ضرورة التعامل بنوع من الحزم مع الأحزاب. عندنا مقترح هو أنه الربيعي يتفق فيما بينه على آلية باش تحسم المسألة هذه نهار 14. إذا من هنا نهار 14 ما توافقناش أحزاب سياسية، الحسم يجب أن يعود ضرورة إلى الأطراف الراعية، وإلا شنو باش نعنوا بعد 10 أيام باش نقولوا فشلنا؟ هما يلقوا آلية، ولكن أنا قلت أنه مثلا من الآليات أنه الرباعي يقول يا سيدي فشلتوا أنتم، هاو في 18 نسم اللي اقترحتهم أنتم الأحزاب السياسية، مش أنا جبتهم كرباعي، هاو هذا الشخص اللي أقرب للوفاق من غيره، وأدخل هذا الشخص. واحنا نلتزم بقبوله. هذا واعتبر القيادي في حزب المسار ماهر حنين انه اي احتمال غير نجاح الحوار قد يؤدي بتونس للذهاب الى المجهول. لقد راه كان مشينا في فشل الحوار، البلاد ماشي نحو المجهول. الاكيد انه بدايه التحركات الاجتماعيه والشعبيه من 17 ديسمبر في سيدي بوزيد الى ذكرى ثالث الثوره باش تكون سخونه، مطالب الجهاد الداخليه مطالب متراكمه. الأمل الوحيد للتوانسة أنه يراو حل سياسي. وأمام مراج من أنباء عن استثناء حزب المسار والحزب الجمهوري من البيان اللي أصدره الاتحاد من أجل تونس على خلفية تصريح الأمين العام للمنظمة الشاغلة البارح وبداية الحديث عن تصدع داخل الاتحاد من أجل تونس وجبهة الإنقاذ، انفى سمير الطيب هذه الأخبار وأكد أنه هذا يندرج في إطار خطأ لا غير. لا هو مش بداية، أنا قلنا صار خطأ والأخطاء تصير، معناها في مسيرة ما زالت فتية وجبهة الإنقاذ هي ما زالت مكون فتي ينجم يخطئ وهذا خطأ صار، ولكن ما نبنيوش عليه برشا خطأ. ذي مقاس اثنين، احنا كنا مدعوين للاجتماع ذي ولكن ما كناش قادرين. الاجتماع وقع تنظيمه معناها بضع ساعات قبل، وإحنا كان عندنا التزام، كنا حدا سي حسين العباسي أنا وسي أحمد إبراهيم دونك نمثله في المسار، ما نجمناش نكونوا حاضرين في جبهة الإنقاذ، فكان ما كانش ضروري أنه نعملوا بيان والأطراف كلها غائبة.